بدء سريان هذه الاتفاقية. اليوم بيحمل هذا المعرض هذا العنوان المهم جدا، تسريع تنفيذ هذه الاتفاقية لزيادة التبادل التجاري، لزيادة الاستثمارات، لتسليط الضوء بشكل أكبر على الثروات الموجودة في القارة الأفريقية وأهم ما تتمتع به السوق الأفريقية. وهذا أيضا يجعلنا نفتح ملف مهم جدا يوسف، هو ملف الصادرات المصرية الذي بيعتبر من أبرز الأولويات الخاصة بالدولة المصرية بكل مؤسساتها. هو ملف زيادة الصادرات المصرية، وذلك من خلال بالتأكيد العمل على التعريف بشكل أكبر بالسوق الأفريقي، فتح مراكز لوجستية لها القدرة على الحصول على البضائع في قطاعات مختلفة تتمتع فيها السلع بالكثير من الميزات النسبية.